سعادة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور محمد. والله لدي في البداية سؤال أود أن تكون الإجابة عنه لديك. ما هذا الاحتفاء الهائل بالرئيس المصري في الهند؟ ما هي أسبابه؟ مساء الخير أستاذ محمد. يعني في الحقيقة طبعا هذا يعتبر في رأيي تحول كبير، ليس فقط في مستوى العلاقات المصرية الهندية، لكن هو أيضا في رأيي تطور فيما يتعلق بوضع مصر داخل. لكن دكتور فرحات، حضرتك تتفق معي أنه احتفاء مذهل؟ هو احتفاء ضخم يعكس تقدير واضح من جانب قوة مهمة في النظام العالمي هي الهند. الهند ليست قوة عظمى، لكن هي واحدة من أهم ما يصنف داخل المجتمع الدولي أو داخل النظام الدولي بالقوى الوسطى. الهند ليست قوة اقتصادية صاعدة، لكن هي قوة باتت تمتلك يعني مفاتيح المشاركة في مجموعات اقتصادية مهمة. صحيح، فضلا عن قوتها الثقافية العملاقة. نعم، هي تمثل واحدة من الحضارات أو المجموعات الثقافية المهمة داخل المجتمع الدولي. لكن بالعودة إلى دعوة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف للمشاركة في هذا الحدث المهم من جانب الهند، هو في رأيي تقدير وإدراك من جانب قوة مهمة داخل النظام العالمي بالدور الذي باتت تلعبه مصر كقوة مهمة داخل هذا النظام. مصر صحيح أنها قوة إقليمية بمعايير القدرات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، لكن هي في نفس الوقت هي واحدة من أهم يعني القوى الوسطى داخل النظام العالمي. هذا القرار في رأيي من جانب الهند لدعوة مصر كضيف شرف في هذا الاحتفال المهم هو تقدير أولا من جانب الهند، لكن هو في نفس الوقت اعتراف بأن مصر على مصاف أو على طريق الانضمام إلى مجموعة مهمة في النظام العالمي على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية لعبت دورا في إبراز ويعني الكشف عن هذا التيار المهم داخل النظام العالمي. كان هذا واضحا من خلال اتجاهات التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هو كان واضح أيضا من الخطاب المصري بشأن قضايا دولية مهمة، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو النظام الاقتصادي العالمي أو القيم الأساسية الحاكمة للنظام العالمي. كل هذا يشير إلى إدراك من جانب الهند واعتراف بأن هناك قوى أخرى جديدة قادمة يجب أن تضاف إلى هذه القوى وهذا التيار الذي بات يلعب الدور المهم في النظام العالمي. يجب أن نأخذ أو نقرأ في رأيي البيان الذي صدر اليوم بشكل دقيق، وأعتقد أن هذا البيان سيؤسس لعلاقات مصرية هندية. صحيح، ليس فقط على المستوى الثنائي. سأحدثك عن ذلك سعادة الدكتور، لكن قبل ذلك، التاريخ الحديث والمعاصر للبلدين برغم البعد الجغرافي الكبير والاختلاف الثقافي الواضح للجميع، إلا أنه تاريخ متشابه إلى حد كبير. نفس الدولة الاستعمارية بريطانيا، نفس النضال في سبيل التحرر، حتى اقتصاديا نفس الرغبة في النهوض، معدلات فقر كبيرة، هناك تفاوت طبعا لكن معدلات فقر كبيرة ورغبة عميقة في النهوض. أظن أن قادة البلدين يفهمون جيدا هذا التشابه يا سيدي. نعم، بالإضافة إلى كل ما حضرتك أشرت إليه من عناصر تشابه مهمة، لكن لو عدنا إلى التاريخ إلى مرحلة التحرر الوطني كان هناك تشابه كبير، وأحد هذه عناصر التشابه المهمة هي الإيمان بفكرة الدولة الوطنية. عندما كان هناك حركة تحرر في شبه القارة الهندية كان هناك انقسام بين طيارين كبيرين. طيار كان يؤمن بالدولة الدينية أو أن تكون هناك دولة في شبه القارة الهندية على أساس ديني، لكن كان هناك تيار. طبعا حين تتفضل حضرتك بالإشارة للدين أنت تتحدث عن الديانة الهندوسية. بالضبط، لكن كان هناك تيار يؤمن بأن تكون الهند هي دولة وطنية. نعم. دولة تقوم على احترام التعدد، احترام إقامة دولة ديمقراطية في إطار التعدد وعدم إقامة أي
نظام أو دولة دينية في شبه القارة الهندية أو في دولة الهند الجديدة. نفس الأمر في التيار الوطني داخل مصر في ذلك الوقت أيضا انتصر لهذه الفكرة، وهذه أصبحت جزء من العقيدة السياسية في مصر وأصبحت جزء من العقيدة السياسية في الهند أيضا. صحيح. وهذا ما أسس لي علاقات مبكرة بين حركات التحرر الوطني قبل الاستقلال، واستمرت هذه العلاقات بعد الاستقلال أيضا من خلال ما عرف بحركة عدم الانحياز التي مثلت إطار مهم للتفاعل والتعاون بين القيادات السياسية الجديدة في مصر. يعني ولهذا ربما لا يبدو مستغربا بعد شرحك هذا يا دكتور أنه رئيس الوزراء الهندي في حضرة الرئيس المصري يقول بوضوح إن هدفنا المشترك هو استئصال الإرهاب والتطرف. بدا هذا غريبا لأنه نحن ولأننا على مسافة بعيدة من الهند لا ندرك أن الهند تعاني مشكلة تطرف وإرهاب. نعم، يعني الهند لديها قناعة قوية بأن الإرهاب أو التنظيمات الدينية بشكل عام تمثل خطر كبير على الاستقرار، وتمثل خطر كبير على يعني مشروع الدولة الوطنية، وبالتالي رغم المسافة الجغرافية الكبيرة لكن هناك تشابه كبير فيما يتعلق بهذه المسألة. مصر تواجه التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وربما نيابة عن منطقة الشرق الأوسط كلها، الهند هي الأخرى تتبنى مشروعا بالعمل ضد التنظيمات الإرهابية. صحيح. لأن التنظيمات الإرهابية في حالة الهند أكثر خطورة لأن هناك تعدد ديني، هناك تعدد طائفي ومذهبي، هناك تعدد لغوي، هناك يعني ما لم تحافظ الهند على مفهوم الدولة الوطنية والوقوف أمام أي مشروعات للتنظيمات. أكيد يا دكتور، وأظن أن هناك ما وقع تحت الطاولة مما لا يحسن الإعلان عنه كما تعرف، يعني بين أجهزة المخابرات بين البلدين من تعاون إلى آخره. أخيرا يا دكتور، كنت قد علقت سؤالا عن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باختصار شديد أرجوك ما الذي يعنيه ذلك؟ الشراكة الاستراتيجية هي مفهومها تقوم على أو جوهرها هو العلاقات المتنوعة والمستدامة، بمعنى أنها لا تقتصر على مجال واحد، وهذا ما كان واضحا في البيان أنه يتعامل أو يتحدث عن علاقات سياسية واقتصادية وعلاقات دفاعية وعلاقات ثقافية وعلاقات أيضا حتى ليس على المستوى الثنائي لكن على المستوى الخارجي. هناك حديث عن التعاون في المؤسسات الدولية متعددة الأطراف. والبعد الآخر في مفهوم الشراكة الاستراتيجية هي الاستدامة، والاستدامة هنا كانت واضحة أيضا في البيان من التأكيد على العناصر التشابه بين الجانبين. نعم يا بالإضافة دكتور. إلى ذلك المؤسسات أو الآليات التي تضمنها البيان التي سوف تدير هذه العلاقات وتضمن استدامة. يا دكتور وافر امتناني لك سيد الكريم الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي شرفنا هاتفيا من القاهرة.